دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. كشف حقيقة اقتحام عمات هيثم أحمد زكي شقته ووصيته التي صدمت الورثة. انتشرت أخبار تفيد بأن عمات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اقتحمن شقته بعد وفاته، ولكنهن تلقين صدمة بعد معرفتهن أنه تبرع بكامل ممتلكاته لإحدى دور الأيتام. وبعد ضجة ميراث هيثم أحمد زكي والأخبار المتداولة بشأنها بأن هناك صراع بين الورثة، خرج الدكتور أشرف زكي عن صمته لينفي كافة الأخبار المتداولة في هذا الصدد، مؤكدا على أن عمات الراحل لم يقتحمن شقته من الأساس ولم يتبرع بأمواله وممتلكاته لصالح دار الأيتام. وكان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عام بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية أثر تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية الخاصة بتقوية العضلات، مما عرضه لوعكة صحية ذهب بسببها إلى الصيدلية لتلقي حقنة مسكنة الآلام، إلا أنه للأسف لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعتين.